فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالرسول خشي على أمته من هذه الزهرة أنها تفتنهم، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وتحذيره للمستقبل، إذا وقع هذا الشيء أن يكون المسلمون على حذر، على حذر أن يأخذوا الدنيا لكن يحذروا يحذرون من شرها ويضعونها في مواضعها. وقل من يفعل ذلك، قل من إذا أخذ المال وضعه في مواضعه الشرعية، وإلا من وضعه في مواضعه الشرعية سلم وغنم، لكن المصيبة من لم يضعه في مواضعه الشرعية فهذا يكون المال شرا عليه. ولهذا لما سأل السائل فقال أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله، فزهرة الدنيا كأنها خير ونعمة، فهل تأتي بشر؟ يعني هذا من باب التعجب والسؤال. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الصحابة أنه أعرض عنه لأنه لم يرضى سؤاله، في حين أن الرسول أعرض عنه من لأجل أنه انشغل بنزول الوحي، بنزول الوحي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يتصبب عرقا من شدة ما يلقى من ثقل الوحي، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم ومسح العرق قال أين السائل؟ حينئذ الرسول لم يهمله، اللهم صل، ولم يتركه عدم اهتمام بسؤاله، وإنما تركه لأنه انشغل بالوحي. فلما ذهب عنه ما حصل من آثار الوحي، وعند ذلك ما نسي السائل، قال أين السائل؟ نعم، قال وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير يعني كأنه حمد هذا السؤال. نعم.